فرحانين بزاف بالنسبه للفوز المنتخب الوطني على الفوز المنتخب الكندي، وكنشكروا بزاف 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 اللاعب مرابط حيت هو اللي لعب بزاف بزاف وبيبا وديما نجيبوها. برافو. وحنا فرحانين بزاف، عندنا الاسود 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 الاطلسي بوكا اللي خاطر ديما 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 خاطر الاسود. شغل المغرب اول مره نتفرج، اول مره نتفرج كره، فرحانه بزاف وان شاء الله نتاهلوا فينال. كيف ما كتشوفوا دابا الدنيا عامره وجوكا، يعني الناس كيخرجوا داكشي اللي في قلبهم دابا والفرحه ديال يعني ربحنا ثلاثه بارتي دوز دابا وان شاء الله غادي نتاهلوا الفينال وربي مع المنتخب ديالنا. اول حاجه كنهنئ المنتخب الوطني بلادنا على هذا المجهود اللي عملوه، ومبروك عليهم تاهلوا الدور الثاني. وبالنسبه للدراري تقاتلوا لعبت مزيان خصوصا في الشوط الاولاني، في الشوط الثاني تراجعوا شويه ولكن قدروا يحافظوا على النتيجه، ومبروك عليهم وبيبا المغرب وبيبا مروك. وخرجنا فرحانين ببلادنا، حنايا كتعرف الحاجه اللي كتفرحنا في هذه البلاد هي الكره، كننشطوا كنهربوا من التخيس كنخرجوا نفرحوا مع الدراري، هذه هذا هو اللي كاين.